أما الجامعة الإسلامية في الحقيقة، أنا أقول كل أمة لا بد لها من مشروع في كل قرن، وأنا لا أشك ولا أتردد أن مشروع الأمة الإسلامية في القرن الماضي هو الجامعة الإسلامية. هذه الجامعة بآثارها وخريجيها أينما وجدتهم في العالم تجد أنهم هم الذين يمثلون الحركة العلمية في البلد، وخاصة المنهج الوسطي الذي يعلم الجميع أنه يمشي وفق الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. أينما حللت أجد خريجي الجامعة الإسلامية هم الذين يمسكون الحركة العلمية الوسطية التي يلتف حولهم بسببها شعوبهم، ويستفيدون منهم علميا وتربويا وسلوكيا، فأصبحت سمعة الجامعة في العالم فوق ما يتصوره الناس هنا في المدينة. حقيقة الجامعة مشروع هذه الأمة في القرن الماضي، ونتمنى أن تكون هناك مشاريع أخرى لهذه الأمة في المستقبل إن شاء الله.